كالعاده في البدايه كل التحيه لكل الاهلاويه اللي بيبداوا معانا حلقه النهارده من السادسه. اهلا وسهلا بيكم. يوم الحقيقه فيه موضوعات كتير جدا، الاهم طبعا ان احنا نبارك المغرب. صحيح انا فوز المغرب على البرتغال وتاهلها للمربع الذهبي في بطوله كاس العالم حصل امبارح واحنا على الهواء، وباركنا وهنينا نفسنا والشعب المغربي الشقيق وكل الشعوب العربيه والشعوب الافريقيه، لان الحقيقه المغرب بمستواها وبارقامها وباللي حققته في المونديال ده حاجه ترفع الراس، فخر الحقيقه للكره العربيه. وخدوا بالكم اثر الانجاز التاريخي اللي نتمنى الحقيقه ان هو يستمر هيكون ليه توابع كتير جدا وهياثر بشكل كبير جدا على نظره العالم كله لامكانيات ومكانه الكره العربيه والكره الافريقيه. النهارده المغرب بتتكلم على انه رانكينج الاخير ال11 على مستوى العالم، الاول طبعا على افريقيا، وتبقى الحقيقه انا يعني متفائل، يعني رغم صعوبه المواجهه المغرب فرنسا برضه بتقابل بطل العالم، لكن مشوار المغرب يقول انه في امل، على الاقل في امل نتمسك بيه، وعلى الاقل ان احنا نلعب بكل طاقتنا. يعني الفريق اللي نجح في ان هو يقصي بلجيكا كرواتيا في دور المجموعات، وبعد كده اسبانيا، وبعد كده البرتغال، وكلها فرق على اعلى مستوى، كلها فرق فيها من النجوم العيار الثقيل، وقول زي ما انت عايز. لكن فرنسا برضو يا جماعه خلينا نتكلم، صحيح بطل عالم وظهر بشكل كبير جدا، وان كنت بشوفه اكتر منتخب محظوظ في البطوله، لكن ظهر بشكل قوي جدا قدام المنتخب الانجليزي ونجح في الفوز عليه بنتيجه 2-1. ليه بقول على فرنسا محظوظه؟ لانه في الوقت الحقيقه اللي فرنسا واحد من الفرق المرشحه، لكن الحقيقه مشوار كل فرق البطوله خدمها بشكل كبير. يعني كرواتيا طلعت لها البرازيل، المانيا طلعت من الاول، المغرب طلعت اسبانيا وطلعت من بعدها البرتغال، فبالتالي تقريبا اغلب المنافسين التقال، اغلب المرشحين لان هم ينافسوا على اللقب بقوه مع فرنسا حامل اللقب، طلعوا من غير ما فرنسا تقابلهم. فرنسا ما لعبتش في البطوله دي غير مباراه واحده على مستوى البطوله، يعني على مستوى القوه، على مستوى النديه، على مستوى المنافسه، غير مع المنتخب الانجليزي. صحيح نجحت، لكنها ما قابلتش قبل كده حتى منتخب تقدر تقول عليه من العيار الثقيل. فعشان كده بقول الامل موجود، ومره ثانيه نبارك ونهني اشقائنا في المغرب. وهنتكلم طبعا على المواجهات المنتظره سواء كرواتيا الارجنتين، وانا ليه واقفه عند الارجنتين وليه واقفه عند ميسي، لانه انا امبارح وانا من محبي الكره الارجنتينيه وعشاقها وعشاق نجومها وحافظهم واحد واحد على مدار تاريخهم كله، لكن امبارح انا مشاعري اتحولت 180 درجه بعد نهايه مباراه الارجنتين وهولندا. هقول لكم ليه على مدار الحلقه. عندنا حدث مهم جدا جدا النهارده في مشوار الاهلي الجديد، حدث طبعا توقيع ثالث عقود الرعايه والمؤتمر الصحفي اللي اقيم النهارده هنتكلم عليه، وعندنا مباراه مهمه جدا جدا بكره قدام الاتحاد، خصوصا انه مش بس بتدور على حفاظ على الصداره ومش بس بتدور على العلامه الكامله، لا، اقرب منافسيك النهارده بيواجهوا بعض، مواجهه هتكون نتيجتها ايا كانت في مصلحه النادي الاهلي. قبل ما ندخل في حلقتنا وتفاصيلها نروح لفاصل ونرجع لحضراتكم. خليني ابدا النهارده تفاصيل حلقتنا بعقد الرعايه الثالث اللي بيوقعه بيعلن عنه النهارده النادي الاهلي طبعا مع شركه جي ال سي. الحقيقه يمكن بعد ايام من متابعتنا طبعا لتوقيع عقود رعايه مع طبعا شركه اتصالات مصر ومع بنك ابو ظبي الاول مصر، النهارده الاهلي بيعلن عن الراعي الثالث شركه جي ال سي او الشركه الالمانيه اللبنانيه لصناعات الدهانات. ويمكن الاختلاف الوحيد طبعا النهارده انه الشركه دي تجديد ثقه في الشراكه المبنيه مع النادي الاهلي لمده 4 سنوات قادمه. عندي كلام كتير الحقيقه مرتبط ب يعني رسائل مهمه قالها النهارده كابتن محمود الخطيب، بعيدا عن حته الرعايه والشراكه اللي بالتاكيد هيكون فيها كتير من المكاسب المشتركه، وبالتاكيد فكره انه شركه دوليه او شركه مالتي ناشونال متعدده الجنسيات يعني تجدد علاقتها وشراكتها مع النادي الاهلي، فبالتاكيد هي على مدار فترة طويلة جدا قدرت تحقق مكاسب كبيرة، وبالتالي كان الحرص على استمرار في نفس المشوار، ارتباط اسمها باسم كيان كبير هو الكيان الأكبر على مستوى الرياضة في مصر وإفريقيا والوطن العربي وهي شركة جي ال سي. لكن كابتن محمود الخطيب في كلمته النهارده كمان حط إيده وأرسل الحقيقة رسائل مهمة جدا تتعلق بكتير من الموضوعات اللي تخص الرياضة المصرية بشكل عام، وتخص كمان كرة القدم على وجه التحديد
بشكل خاص. خليني اشوف جزء من اتابع مع حضراتكم جزء من كلمه كابتن محمود الخطيب رئيس النادي الاهلي، وارجع اتكلم مع حضراتكم في اكتر من نقطه. نتابع مع بعض. دلوقتي بقى اقدر اتكلم عن المؤتمر بتاعنا. فمره ثانيه برجع لمؤتمرنا النهارده، برحب بيكم في النادي الاهلي، برحب بالاستاذ محمد امين الحوت المدير التنفيذي لشركه جي ال سي، برحب بالاخوه الاعلاميين والمصورين. النهارده احنا الحمد لله بننتهي عن الحقيقه من الخطوه الثالثه في ملف الرعايه او حقوق الرعايه للنادي الاهلي. ملف الرعايه ده واحد من اهم الملفات الرئيسيه بالنسبه لنا. كنا بدانا الخطوه الاولى مع شركه اتصالات مصر، ثم بنك ابو ظبي الاول مصر، والنهارده بنتعاقد مع شركه جي ال سي الشركه الالمانيه اللبنانيه للدهانات، واحنا سعداء بالتعاون والشراكه معها. على فكره دي مش اول مره نتعاون مع شركه جي ال سي، احنا تعاوننا قبل كده والحمد لله التعاون ده كان يعني مثمر، وكان لينا نجاحات قبل كده مع بعض، والتجارب الناجحه دايما كانت دافع لينا ان احنا نكرر التعاون ونكرر المجربه، دافع لينا وليهم، وان شاء الله تكون شراكه مثمره تحقق مصلحه الطرفين باذن الله، سواء النادي الاهلي او شركه جي ال سي. الحقيقه الخطوات اللي تمت في ملف الرعايه لحد دلوقتي خطوات جيده جدا الحمد لله، وباذن الله باذن الله يعني هنشتغل اكتر علشان نوصل للي احنا عاوزينه في من عائدات الرعايه وعائدات اخرى. هنوصل باذن الله علشان علينا مسؤوليات كبيره، وزي ما حضراتكم عارفين النادي الاهلي دلوقتي بسم الله ما شاء الله، يعني النادي الاهلي اربع انديه، اهلي الجزيره، اهلي مدينه نصر، اهلي الشيخ زايد، اهلي التجمع. الحمد لله رب العالمين. ده بالنسبه للناحيه الانشائيه والناحيه الخدميه، لكن كمان الناحيه الرياضيه بقى. النادي الاهلي عنده 19 لعبه رياضيه جماعيه وفرديه رجال وسيدات من سن الخمس سنين لغايه الرجال والسيدات يعني، وفي مختلف طبعا الاعمار. المهم بالنسبه لينا احنا كمجلس اداره ان احنا ازاي نحقق طموح جماهيرنا واعضائنا او اعضاء الجمعيه العموميه، سواء على المستوى الرياضي او الانشائي او الخدمي، ويفضل الاهلي دايما باذن الله باذن الله يكون الاهلي دايما في المقدمه ان شاء الله. مره ثانيه عاوز اكد ان الشراكه مع شركه جي ال سي من الشراكات المهمه، وهي شركه كبيره متميزه وليها اسمها ومحققه نجاحات، ودايما بتحاول تعزز مكانتها في السوق، ودي سمه الكيانات الكبيره. علشان كده هتكون الشراكه معاهم باذن الله مثمره لينا وليهم باذن الله. لان الارتباط باسم النادي الاهلي هو اقوى واسرع وسيله للوصول لمحطات النجاح داخل الاسواق المصريه والعربيه والافريقيه. لما يحمل اسم الاهلي من تاريخ كبير ومن شعبيه الحمد لله جارفه يعني. والحمد لله كل الارقام والاحصائيات على مدار التاريخ بتؤكد ده وبتقول الكلام دوت. وهنا لازم ناكد على تقديرنا واعتزازنا بجماهيرنا اللي ليها دور كبير جدا معانا، انا بعتبرهم شريك. الجماهير اذا كان النادي الاهلي نجاحات بعد طبعا توفيق الله سبحانه وتعالى، جماهير النادي الاهلي بدعمها المستمر ليها دور كبير جدا في وصول النادي الاهلي النهارده ان يكون يعني الحمد لله رب العالمين الرعاه كلها بتتهافت عليه لتاريخ الاهلي بعد فضل الله سبحانه وتعالى، تاريخ الاهلي وجماهير النادي الاهلي. كمان عايز اقول ان احنا عايزين يعني اتكلم في النهايه بس يعني او في الختام يعني مش عايز انسى طبعا شركه دور الشركه المتحده للتسويق الرياضي، وكمان المسوق طبعا ده المسوق الحصري لحقوق الرعايه بالنسبه لحقوق النادي الاهلي في الرعايه. وكمان باكد تاني على شكرنا للدوله ومؤسساتها الوطنيه على الدعم والمسانده المستمره للرياضه المصريه، سواء الانديه او الاتحادات او الرياضه بشكل عام المصريه. كمان مش عايز انسى شكر زملائي مجلس الاداره كلهم، كل واحد قايم بيحاول يقوم بدوره على اكمل وجه، وكمان الادارات التنفيذيه والاداره التنفيذيه. طبعا قبل كده يعني قبل كل شيء وبعد كل شيء الشكر والحمد لله سبحانه وتعالى، ودايما ان شاء الله نلتقي على خير ونلتقي بسلام باذن الله. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. دي الحقيقه اهم حاجه هتكلم عليها النهارده، عقود رعايه النادي الاهلي. وفي النقطه دي في كلام كتير جدا يتقال،
وفي كلام يترد بيه على كلام الحقيقة ساذج بيتم الترويج ليه في الفترة الأخيرة. لكن خليني أروح معاكم، هرجع طبعا لكلمة كابتن محمود الخطيب، وهرجع لفكرة عقود الرعاية. لما بنتكلم على كيان ضخم، كيان ناجح، كيان كبير بحجم النادي الأهلي، لأنه زي ما قلت لكم في حاجات كتيرة تقال. خلينا نروح الأول للنادي الأهلي. الجزيرة طمن جماهير النادي الأهلي قبل مواجهة بكرة طبعا مع الاتحاد السكندري على اللمسات الأخيرة لتدريب النادي الأهلي النهاردة، ومن الوارد جدا هعرف طبعا التفاصيل من زميلي محمد توفيق إنه نشوف عودة كتير من النجوم اللي كانوا بعيدة عن المشاركة في ماتشات الأهلي الأخيرة. خلينا نروح لمحمد توفيق في الأهلي في الجزيرة، نتعرف منه على التمرين الأخيرة والساعات الأخيرة قبل مواجهة الاتحاد السكندري بكرة إن شاء الله، مباراة مؤجلة من الأسبوع الرابع تقريبا على ما اتذكر، الرابع اعتقد. خلينا نروح لمحمد. مساء الخير يا محمد. مساء الخير زميل العزيز احمد سمير، تحياتي ليك ولكل مشاهدي ومتابعي قناه النادي الاهلي في كل مكان. اهلا وسهلا بيك يا محمد، طمنا كده على الاستعدادات، وخصوصا ان انا عارف النهارده انه جزء كبير من او اسماء كثيره من اللي ما كانتش بتشارك مع النادي الاهلي في الفتره الاخيره او كانت بتخضع لبرنامج تاهيل شاركت النهارده في التدريب بشكل كامل. بتكلم على اسماء زي متولي، زي حمدي فتحي، تطمنا على شكله على حالة الفرقة إن شاء الله في مباراة قبل مواجهة بكرة إن شاء الله. بالفعل زميلي العزيز احمد، يعني بطمنك، بطمن كل جماهير النادي الاهلي في هذه الاثناء. خلاص فريق النادي الاهلي بيختتم استعداده ان شاء الله لمواجهه الاتحاد غدا باذن الله في المباراه المؤجله من الاسبوع الرابع، مقرر ان شاء الله السابعه مساء على استاد الاهلي في السلام باذن الله. يعني كل الاجواء هنا بتقول ان احنا هنشوف مباراه كبيره ان شاء الله من لعيبه النادي الاهلي، ان شاء الله كلهم يبقى التوفيق معاهم بكره. بحب اطمنك يمكن اجواء اكثر من رائعه سواء على الناحيه الفنيه او كمان البدنيه او الناحيه المعنويه ما بين اللاعبين وما بين زي ما نقول الحاله العامه للفريق هنا في استاد مختار التتش بالجزيره. زي ما انت قلت عوده عدد كبير جدا من اللاعبين اللي كنا نفتقدهم خلال الفتره اللي فاتت، محمود متولي، ايمن اشرف، حمدي فتحي، او يمكن الغياب الوحيد من القوام الاساسي عن الفريق هو طاهر محمد طاهر، وان شاء الله يكون متواجد مع بقيه زملائه ويكون عون ليهم في خلال الفتره القادمه قريبا باذن الله. الفريق يمكن اختتم زي ما بقول لك حالا دلوقتي في بتجرى التقسيمه وهي اخر فقرات الميران الاخير. سبق طبعا الميران كان محاضره مهمه جدا للجهاز الفني بقياده مستر مارسيل كولر المدير الفني للفريق، اتكلم مع اللاعبين عن اهميه هذه المرحله. وزي ما انت قلت يا احمد يمكن سمعت في حلقه الامس بتتكلم سلسله اللا هزيمه ان شاء الله تكون مستمره، مش بس اول خمس مباريات ولكن ان شاء الله تستمر حتى الاسبوع الرابع وال30 باذن الله رب العالمين. مباراه قويه طبعا امام نادي الاتحاد السكندري، واحد من الانديه يعني القريبه زي ما انت قلت برضه في الامس من قلوب جماهير النادي الاهلي. ان شاء الله يكون التوفيق حليف النادي الاهلي، يقدم مباراه كبيره وان شاء الله نكمل سلسلتنا زي ما شفنا المباراه الاخيره امام المحله، اداء اكثر من رائع. عوده اللاعبين طبعا يعني بتضفي كثير جدا من الطمانينه على الجهاز الفني ان يكون معاك في ظل فتره المباريات وتلاحمها ان يكون معاك قوام كبير جدا ان شاء الله يفيد الفريق خلال الفتره القادمه. لحظات والتمرين الاخير باذن الله ينتهي، ومن بعدها الفريق ان شاء الله يدخل في معسكر استعداد لمباراه غدا باذن الله امام الاتحاد. زي ما قلت لك الحاله الفنيه، الحاله المعنويه، الحاله البدنيه اكثر من رائعه. بطمنك وطمن كل جماهير النادي الاهلي، لا يتبقى فقط سوى دعائهم وتوفيق ربنا ان شاء الله، ويبقى دائما باذن الله النادي الاهلي متصدرا. 24 ساعه تقريبا يا محمد بتفصلنا عن المواجهه بكره ان شاء الله تكون مباراه كبيره نستمتع بيها، والاهم انه الاهلي طمنا في مواجهه المحله الاخيره على استعاده جزء كبير جدا من مستواه، ان شاء الله يكون مباراه العلامه الحفاظ على العلامه الكامله. بشكرك محمد توفيق زميل عزيز من داخل نادي الاهلي. فاصل ونرجع لحضراتكم. نتكلم مع حضراتكم على عقود الرعايه بشكل عام، بما ان احنا النهارده وقعنا ثالث عقود الرعايه للنادي الاهلي مع شركه جي ال سي. والحقيقه في الكلام ده انا عندي ثلاث نقاط مش هخص بيهم الحقيقه جماهير النادي الاهلي بس، انا بخص بيهم جماهير الكوره بشكل خاص في مصر وجماهير الرياضه المصريه بشكل عام. المهم جدا نفهم ايه هو المبدا او الكونسبت اللي ورا فكره الرعايه. اي راعي في الدنيا بيدور على معايير معينه في البراند، في الاسم اللي هيرتبط بيه اسمه. يرتبط نمرة واحد بمنظومة، حط تحت كلمة منظومة دي، منظومة ناجحة، عشان بالتأكيد هو بيبحث عن النجاح. يعني مفيش راعي في الدنيا ممكن يرتبط بـ 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 باسم سيء السمعة، لأنه أكيد هينوبه من حب جانب زي ما بيقولوا. مهم جدا أنك أنت ترتبط باسم ناجح، ومفيش كيان على مستوى الرياضة في مصر وفي الوطن العربي وفي أفريقيا ناجح زي النادي الأهلي. مقاييس هنا مش بالحب والكراهية، المقاييس هنا علمية، المقاييس هنا مرتبطة بأرقام. وأنا لما وقعنا العقد الأول مع اتصالات مصر اللي بيتابع السادسة عارف كويس جدا، في الحلقة دي عملنا مقارنة سريعة وقلنا
ليه الاهلي نادي عالمي، وقارنت ميزانيه النادي الاهلي بانديه كبيره، انديه عالميه زي ليفربول وزي الميلان وزي الانتر وزي اليوفي وزي الريال. وقلت لكم ان النادي الاهلي رغم الفوارق الكبيره في مصادر الدخل، فوارق هائله، يعني مش هتكلم على البث التلفزيوني، ومش هتكلم على العوائد من المشاركه في البطولات المحليه، ولا العوائد من المشاركه في العوائد، مش بشرط، مش بالضروره الوصول لمنصب البطل او التتويج بالبطوله، بس مجرد انك تشارك في اوروبا ومقارنتها بالعوائد لما تكسب بطوله هنا في مصر ولا في افريقيا عامله ازاي، شتان الفارق 100 سنه ضوئيه. والحضور الجماهيري في المدرجات، كل دي حاجات للاسف شديد جدا علامات فارقه، لو اتيحت للنادي الاهلي جزء بس بسيط منها شوفوا ارقام ثانيه خالص. ورغم ذلك الاهلي بيتفوق على انديه زي اليوفنتوس وزي الانتر في الميزانيات، فالارقام لا تكذب ولا تتجمل. النقطه الثانيه، ودي نقطه في منتهى الاهميه، هي فكره انه مش بس النجاح مهم جدا، منظومه ناجحه، ومهم جدا كمان فكره الجماهيريه والشعبيه. يعني لا يكفي فقط انك انت تكون بتكسب بطوله هنا ولا بتكسب بطوله هناك، لا، ده انت بتتكلم كمان على انك انت عندك شعبيه وجماهيريه تراكمت على مدار عشرات السنوات، 115 سنه مشوار نجح، اكاد اشك انه في نادي على وجه الكوكب استمر في مشوار النجاح، كل الكبار بيسقطوا، كل الكبار بيتعثروا، ممكن يرجعوا تاني وممكن ما يرجعوش، وفي انديه كبيره جدا كانت عملاقه في يوم من الايام والنهارده في طي النسيان. فبالتالي انت بتتكلم على مشوار تراكمي بقاله اكتر من 115 سنه مشوار نجاح، دي حاجه فريده مش ممكن ابدا انها تتكرر. النقطه الثالثه، ودي تتاخد في الاعتبار، انه فكره الرعايه هي ترجمه حقيقيه لطموح جماهير النادي الاهلي، الراغبه في الصداره والراغبه في منصات التتويج في كل الرياضيات. النادي الاهلي ليس نادي لكره القدم، واذا كان النادي الاهلي نادي لرياضه كره القدم فقط لا غير، زي كتير من عمالقه كره القدم في العالم، برضو كانت النتيجه والصوره هتبقى مغايره تماما. النقطه الثالثه والاخيره، النقطه الثالثه ودي نقطه في منتهى الاهميه، لانه الحقيقه في ناس اقل ما يقال عنهم ان هم اصحاب فكر ساذج، اياك ثم اياك ثم اياك ان تتحدى او تستفز جماهير النادي الاهلي، لانه للاسف الشديد يعني في بعض هسميها تصريحات غير المسؤوله او المبادرات، مش عارف اسميها ايه، تحت سياق ايه او اطار ايه، ناس بتدعو لمقاطعه رعاه النادي الاهلي. انت بتتحدى مين وبتراهن على ايه؟ انت عارف دعوه زي دي لو احنا تبنيناها في قناه النادي الاهلي، او احنا اتكلمنا في فكره، او وجهنا دعوه للجمهور الاهلي بمقاطعه الشركات الراعيه للفرق المنافسه، ممكن نتيجتها تكون ايه؟ ممكن تاثيرها على حجم الرعايه في السوق الرياضه المصريه ممكن يكون عامل ازاي؟ بتتكلموا باي عقل وباي منطق؟ عشان وقتنا وعندنا كلام كتير، ولسه عقود الرعايه هتتوالى، ولسه الضربات والنجاحات هتتوالى. خلينا نروح لواحد من نجوم مانشستر سيتي طبعا، وليون الفرنسي، وكان مدرب ايرلندا السابق، تعليقا طبعا على كاس العالم وعلى مفاجآت كاس العالم، ميك ماكارثي نجمنا وضيفنا. وقبل ما ابدا لقائي معاه، تعالوا افكركم بواحد من اهدافه في الدوري الانجليزي. نرحب بميك ماكارثي معانا في السادسه، ونشكره طبعا على مشاركته معانا. اهلا وسهلا بيك على شاشه الاهلي. شكرا جزيلا، من اللطيف ان اتواجد معكم. شكرا. يعني خليني ابدا معاك بملف كاس العالم، وهل تتفق ان النسخه دي من كاس العالم قطر 22 هي نسخه المفاجآت؟ نعم نعم، بشكل شخصي اعتقد انها نسخه ابهرت الجميع المشاهدين خلف شاشه التلفاز، وبطبيعه الحال في الملعب. اعتقد ان العديد من المنتخبات وخصوصا المغرب حققت المفاجاه، وصلت لنقطه، اعتقد الامر منطقي، الامر جيد. انا احببت ما رايته في كاس العالم الحاليه، وانا اتابع كاس العالم بحماس شديد. هاجي للمغرب وهاجي للمواجهات المنتظره، سواء كرواتيا ارجنتين او فرنسا والمغرب، لكن يهمني الاول اسالك على المنتخب الانجليزي. عشاء الكره الانجليزيه في كل انحاء الارض الحقيقه في حاله تعجب شديده جدا، بيروا انه انجلترا بتملك افضل دوري على مستوى العالم، بيملكوا مجموعه مميزه جدا من النجوم، ورغم كده الحقيقه فشل ورا فشل في تحقيق اي لقب قاري او اي لقب عالمي. من وجهه نظرك او تفسيرك لده ايه؟
نعم نعم كما رأينا بالأمس كأس العالم حسم المباراة كأس العالم الحالي حسم بطرق كثيرة من ضمنها ضربات الجزاء، فأعتقد أنها ما حسمت مباراة الأمس. إذا استطعت أن توقف سيل الهجمات ضد فريقك وتحرز الفرص، فأعتقد أنك ستكون مؤهلا للفوز بالمباريات. أعتقد أن إنجلترا أدى بشكل جيد، ولكن أضاعت ضربة جزاء كانت حاسمة في إنهاء المباراة. كنا قريبين من الفوز بالمباراة، كنا قريبين من قبل أن نفوز بنسخة أو نسختين من كأس العالم، ولكن إذا ركن الأمر لركلة جزاء لتحسم صعودك على حساب منتخب كنت الأفضل منه، فأعتقد أن الأمر معتمد على الحظ. فإذا فقدت ركلة جزاء يتأهل منتخب آخر، فأعتقد أعتقد أن فرنسا تستحق أن تفوز، هي فازت بالفعل واستحقت ذلك، ولكن الأمر كان مجرد ركلة حظ. أعتقد أن إنجلترا بالفعل قد خسرت بطولة أخرى منذ مدة قصيرة بضربات الجزاء. أعتقد أن الأمر يعتمد كثيرا على الحظ ولا في نسخة اليورو تحديدا تحمل ماركوس راشفورد نجم إنجلترا ونجم مان يونايتد ضغوط إعلامية وضغوط جماهيرية شديدة جدا بعد إخفاقه في تسديد أو في تسجيل ركلة جزاء. هل تتوقع أن تكون المعاملة بالمثل مع هاري كين نتيجة إخفاقه في تسجيل ركلة الجزاء الثانية امبارح لإنجلترا في مواجهة فرنسا؟ من الممكن بداية منذ اليوم بعد الإفطار مباشرة وجدت الآراء لاذعة تجاه هاري كين. هو الأمر كما لو كنت متعادلا، وكان هاري كين أفقدك الكثير بالفعل. الأمر بشري، هاري كين هو إنسان يستطيع أن يضيع ركلة جزاء على إنجلترا أو على فريقه. الأمر معتاد، الأمر عادي من وجهة نظري، هكذا تسير الأمور، ترتكب أخطاء وتسير الأمور بشكل خاطئ كما لا تود، فهذا يحدث للجميع. أعتقد أن يجب أن يلتمس له العذر. هو لا يستحق هذا، فهو لاعب رائع من وجهة نظري. أي مدرب، أي مدير فني على سطح الكوكب كله يحلم أنه يقود مجموعة مميزة جدا في كل الخطوط، في زي مجموعة أو زي الجيل الحالي من المنتخب الإنجليزي. نتكلم على واحد من أقوى خطوط الهجوم الموجودة على مستوى المنتخبات في البطولة، خط هجوم بيضم هاري كين، رحيم ستيرلينج، فيل فودن، جاك جريليتش، ماركوس راشفورد، لعيبة مميزة زي ديكلين رايس، ووكر، لابورت وغيرهم من النجوم. هل بتشوف أنه من الأفضل استمرار ساوث جيت في قيادة المنتخب الإنجليزي بعد انتهاء مشواره في كأس العالم، ولا على الإنجليز ان هم يبحثوا عن مدير فني جدير بقيادة منتخب بحجم المنتخب الإنجليزي؟ بالنسبة لمدير فني أكثر خبرة، كان لدينا بالفعل مدير فني ولكن استبعد لاعبين كبار وعذب لاعبين بالفعل كأرون رمزي، ولكن الأمر رائعا إذا كان لديك اعتماد أكبر على اللاعبين الإنجليز. الأمر ليس فقط خاص بالمدير الفني على حدة، لا، الأمر خاص بالفريق ككل. إذا لاحظت الآن فسترى الفريق على أرض الملعب يعاني. لدينا لاعبين رائعين على مستوى المنتخب القومي، ولكن بالنسبة لي ساوثجيت قد أدى أداء رائعا، ولكن إذا نظرت إلى أداء مدربين في بعض الأندية ستجد أنهم يليق بهم أن يقودوا المنتخب الإنجليزي في بطولة كأس العالم. أعتقد أنك دائما تحتاج لأداء مقنع أكثر للجماهير. بالنسبة للمدير الفني لمنتخب إنجلترا، هو محط أنظار الجميع في إنجلترا، الجميع يركز مع ما تفعله بالنسبة للمنتخب. وإذا لم يكن ساوث جيت مؤهلا، فبالتالي لم يكن ليصل لهذه النقطة. ولكن كما قلت، الأمر ليس خاص به، الأمر كان خاصا بركلة جزاء أضاعت مجهود الفريق ككل. بتبص إزاي لمواجهتي قبل النهائي
كرواتيا في مواجهة الأرجنتين والمغرب في مواجهة فرنسا. ويهمني أكتر تركيز يمكن المواجهة الثانية تهمنا بشكل كبير جدا، وهل بتشوف أنه المنتخب اللي نجح في تجاوز بلجيكا وإسبانيا والبرتغال قادر على أنه يتجاوز عقبة المنتخب الفرنسي حامل لقب طبعا النسخة الأخيرة من كأس العالم؟ حسنا، بدون شك لا يستطيع أحد أن يخمن أو أن ينفي أي إمكانية خاصة بأي منتخب من المنتخبات الأربعة. ربما نرى المغرب على منصة التتويج. لديهم خط دفاع قوي جدا، استطاعوا أن يعبروا الكثير من المنتخبات. لديهم لاعبون رائعون بالفعل، لا نستطيع أن نستبعد، ولكن السؤال هو إلى أي مدى سيتحملوا الضغط. حتى الآن قاموا بعمل رائع، ولكن على مر الأجيال لم نجد منتخبا كفرنسا على سبيل المثال تستطيع أن تكون بطلة. أعتقد أن فرنسا سيكون لديها الحظ الوافر للفوز بهذه المباراة. كثير كانوا بيتبنوا نفس وجهة النظر مع المنتخب البرازيلي، لكن منتخب كرواتيا فاجئنا وقدر أن هو يقصي البرازيل من البطولة. أعتقد أن كرواتيا فريق براغماتي جدا، يعمل على مصلحته في الأول والآخر، منظمون جدا، يلعبون بطريقة ظريفة، يستخدمون المهارة وقتما يحتاجون، ولكن يلعبون للمصلحة فقط، لا يفقدون الكثير من العرق، لديهم مجهود وافر. أعتقد من يعرف، ربما تحسم البطولة في أي وقت لأي من المنتخبين المغرب أو كرواتيا. لا نريد مفاجآت، ونريد أن نرى الفرص متساوية بين جميع الفرق. بصرف النظر عن نجاح المغرب في تجاوز فرنسا من عدمه، بعتقد أن النسخة دي من كأس العالم أدت انطباع مختلف إلى حد كبير عن الكرة العربية والأفريقية. شفنا فريق زي منتخب السعودية بيتفوق على الأرجنتين، شفنا فريق زي المغرب بيوصل نصف النهائي، شفنا تونس بتكسب المنتخب الفرنسي. هل تتوقع أنه بعد انتهاء البطولة يتغير الانطباع العام عن قدرات اللاعب العربي وقدرات المنتخبات والفرق والأندية العربية؟ أظن أن اللاعب العربي واللاعب الأفريقي ملاحظ بالفعل في أوروبا. يوجد عملية كشفية رائعة من الأندية الأوروبية، ويوجد وأحيانا لدينا لاعبون رائعون، يكون لدينا لاعبون رائعون في الأندية الأوروبية، ولا نرى مثل هذا المستوى في بعض اللاعبين الأوروبيين. ولكن مع المنتخب القومي إذا كان عربيا أو أفريقيا نجد الأمر مختلفا. ولكن الآن أعتقد على مستوى كرة القدم اللاعبين الكبار فقط هم من يلاحظون. في إفريقيا المنظومة ككل يلعبون لعبا لعب مفتوح يعتمد على المهارة، يريدون أن يهاجموا، مثلما رأيت غانا حينما كانت تلعب في هذا كأس العالم، كما رأيت في كأس العالم 2014 ألمانيا ضد البرازيل كرة قدم مفتوحة، فهذا ما تؤديها الفرق الأفريقية. ولكن لا يوجد النظام الذي يحكم هذه اللعبة لهذه الفرق. يوجد مستوى تنافسي عالي، يوجد إظهار للمهارات، يوجد فريق جيد، ليس فقط على المستوى الفردي، أنا أقصد لاعبين. لا، إذا كان لديك لاعبون منظمون فسيكون لديك فريق منظم، حينها نستطيع أن نقول أن اللاعب الأفريقي سيكون ملحوظ في أوروبا. مين الأطراف اللي تتمنى وصولها للمباراة النهائية في كأس العالم، أو تتوقع وصولها للمباراة النهائية في كأس العالم؟ نهائي تتمناه؟ نعم، أتوقع فرنسا أن تهزم المغرب، وأعتقد أن لو كان ميسي
جيدا كفايه ليصل بفريقي للمباراه النهائيه، فاعتقد انه سيفوز، ان الارجنتين ستفوز على كرواتيا. لا اعرف، لدي امال، لدي ولكن ربما نرى المغرب وكرواتيا في النهائي. لا احد يعرف. نتمناها الحقيقه. لا فقط اتمنى، انا اتوقع ذلك، اتوقع ان فرنسا اعتقد ان فرنسا ستواجه كرواتيا في النهائي. طيب خليني اسالك، لانه البطوله دي تحديدا بتشهد الحقيقه مشاركه قد تكون الاخيره، مفيش شيء مضمون طبعا او مؤكد، لكن قد تكون الاخيره لنجوم كبيره على اعلى مستوى، امثال كريستيانو رونالدو، امثال ليو ميسي، امثال نيمار وغيرهم من النجوم، ليفاندوفسكي، يعني في جيل كبير يمكن بتكون المشاركة دي الأخيرة بالنسبة له. لكن هل أفرزت البطولة من وجهة نظر ميك ماكارثي عن نجوم جدد؟ هل شهدت ميلاد نجوم جدد في عالم كرة القدم؟ نعم بالفعل. انظر إلى مبابي، يعني هو يؤدي واحدة من أروع الأداءات في كأس العالم، مستوى عالٍ، مستوى لا يصل إليه إلا لاعب خبير. ولكن أعتقد أنه أذهلني، وأيضا ألفونسو ديفيز من كندا، هو كان رائعا في دور المجموعات، كان لاعبا حمل الفريق وأدى أداء رائعا. أنا استمتعت برؤيته والكثير من المواهب التي أبرزتها، وأيضا جو بيلينغهام وضد فرنسا أدى أداء مذهلا. هو الأمر لا يمكن أن يظل هؤلاء النجوم على القمة للأبد. يوجد العديد من اللاعبين الذين أفرزتهم هذه البطولة. إذا نظرت إلى أوين في كأس العالم 98، سترى لاعبا صغيرا قد أظهر الكثير من المهارات وأبدع. فبالتالي أيضا المغرب أظهرت لنا الكثير من اللاعبين. يوجد لاعب أنا ربما نسيت اسمه، سفيان مرابط رقم 4، سفيان مرابط يلعب في فيورنتينا، هو لاعب لا يصدق. أنا هو ليس فقط لديه القدرة على إحراز الأهداف، ولكن لديه القدرة على المرور بشكل رائع، وأستطيع أن أقول أنه سيكون في فريق كبير في فترة. أعتقد أنه يناسب خط وسط السيتي في يوم من الأيام. وأيضا راموش في البرتغال قد أظهر أداء كبيرا، لا يظهر إلا لاعبين أسطوريين ككريستيانو رونالدو حينما أحرز هاتريك. ربما نستطيع أن نقول الآن وداعا كريستيانو، فلدينا لاعب كبير في البرتغال. ربما هؤلاء اللاعبين نعم كانوا رائعين من وجهة نظري. بعيدا عن كأس العالم، وبما أنك كنت واحد من نجوم السيتي وهو فريق المفضل حاليا أوروبيا، سؤالي مرتبط بفرص السيتي في الموسم الحالي في التتويج بلقب الشامبيونز ليج مع بيب جوارديولا، هل تتوقع أنه ده يحصل؟ نعم أتوقع ذلك. أمر سيكون رائعا، سيكون الأمر شيقا لنرى المنافسة حتى الرمق الأخير، ونتفاعل مع الأسابيع الأخيرة في المسابقة. لا أستطيع أحد أن يحذر من سيفوز، فالجميع يخمن، الجميع يقول رأيه، ولكن لا أصدق أن فريق آخر سيفوز بالبطولة غير السيتي. السيتي بالفعل لديه القدرة الأكبر على إحراز الأهداف والفوز بالمباريات، ولكن بالطبع الأرسنال صاحب الحظوظ الأكبر حتى الآن، حتى اللحظة. إذا كان لديك القدرة على إدارة مثل هذا الفريق لهذا المستوى، فتستحق الوصول لهذا المستوى الرائع. ولكن من يدري الوصول للنقطة الأخيرة كيف سيكون الحال؟ فلنرى ولننتظر، فستكون نسخة مذهلة بالفعل. أتمنى الحقيقة أن سيتي يوفق، أن هو يوفق في التتويج بلقب الشامبيونز ليج. الأهلي على مستوى أفريقيا يفوز بالفريق، الحقيقة أكبر
فرقتين على مستوى القارة الأوروبية والإفريقية يتقابلوا في كأس العالم هتكون بالتأكيد نسخة مميزة جدا. بشكرك شكرا جزيلا على مشاركتك معنا في السادسة. السادسة مستمرة معاكم بس بعد الفاصل. عندنا كلام كتير طبعا عن ماتش بكرة، عن مواجهة الأهلي والاتحاد، مباراة بتكتسب أهميتها لأسباب كتير هتكلم فيها بالتفصيل. بس الحقيقة أنا حابب أقف في البداية مع المغرب، لأنه وأنتوا عارفين طبعا يعني جمهور السادسة عارف أنه أنا من قبل المونديال رهنت على ثلاث منتخبات في دوائرنا يعني العربية والأفريقية، قلت السنغال والمغرب والسعودية. الثلاث منتخبات دول عندهم حقيقة أجهزة فنية وعندهم سكواد تقدر تاخدهم وتروح بيهم لبعيد. لكن عشان أكون صريح معاكم برضو، أنا ما توقعتش الإعجاز اللي حققه منتخب المغرب ده، وخصوصا أن مشواره كان صعب وقابل في الـ يعني لما تقارن الأربع منتخبات اللي وصلوا قبل النهائي هتلاقي المنتخب عدى، المنتخب المغربي عدى على مشوار في منتخبات تقيلة، منهم منتخبات كتير جدا مرشحة، أدى عروض قوية جدا قدام كرواتيا اللي بالمناسبة وصلت كمان هي كمان للدور قبل النهائي، عروض قوية قدام بلجيكا بالسكواد الرائع اللي بتملكه، إسبانيا واحد من الفرق المرشحة، وأخيرا البرتغال المدجج بالنجوم. فكونه يوصل للحتة دي الحقيقة يعني فاق كل التوقعات. لكن الأهم إن احنا نجاوب على سؤال ماذا بعد، وماذا بعد دي يطلع منها سهمين كده، سهم مرتبط ماذا بعد الفوز على البرتغال والتأهل لمواجهة فرنسا حامل اللقب والفريق اللي يبدو الحقيقة وخصوصا بعد العرض القوي اللي قدمه قدام انجلترا امبارح انه جاهز للتأكيد على انه عايز يفوز او يحافظ على اللقب اللي حققه في روسيا 2018، وماذا بعد البطوله، ماذا بعد انتهاء البطوله، نجاح الكره الافريقيه والعربيه في مونديال قطر 2022 هيترجم ازاي على مستوى النظره للاعبينا في الخارج وعلى مستوى طموحات واحلام بقى الكره الافريقيه والعربيه في المحافل الدوليه بعد كده، وخصوصا انه عدد المشاركين في المونديال اللي جاي هيرتفع ل 48 منتخب. اعتقد انه المغرب اثبت بالدليل القاطع انه مجرد التاهل ليس فقط هو الهدف، ومش بس هو حلم الشعوب العربيه، لكنك تقدم كوره وتكون موجود بين الكبار اعتقد ده بقى هدف مشروع لمعظم المنتخبات العربيه والافريقيه. واللي هيجاوبني على الاسئله الصعبه دي والمعقده دي هو دكتور محمد جمال ضيفي النهارده في السادسه، محلل الكره العالميه طبعا اللي بيشرفني في السادسه النهارده. مساء الخير يا زحمه، ربنا يخليك، مبسوط ان انا موجود معاك النهارده. اعتقد متفق معايا انه يعني جماهير الكره المغربيه قبل العربيه والافريقيه ما كانوش يتوقعوا النجاح المبهر والمستوى المشرف اللي ظهر بيه المنتخب المغربي ونجاحه في انه يوصل للدور قبل النهائي. مفاجاه الحقيقه، يمكن تكون مفاجاه اكبر على مستوى نسخة كأس العالم قطر 22. ما وصل إليه المنتخب المغربي في هذه البطولة كعلى تاريخ 10 ديسمبر هو تاريخ فاصل بين ما قدمته الكرة الأفريقية والعربية في المونديال أو في معظم المحافل الدولية وما بعده. رفع سقف الطموحات بالنسبة لكل المنتخبات العربية والأفريقية قدموا المنتخب المغربي استحقه عن جدارة واستحقاق بعد ما أعادوا تنظيم صفوفهم بشكل جيد جدا، خاصة بعد رحيل وحيد خليلوزيتش وقدوم وليد الرجراجي ثلاث شهور بس قبل المونديال. طبعا يعني سقف الطموحات عالي جدا. المنتخب المغربي مش بس عمل كده، المنتخب المغربي رجع لملم اوراقه تاني، بعض اللعيبه اللي كان عندها مشاكل كتير مع وحيد خليلوزيتش في فتره طويله قبل ما يبدا المنتخب المغربي مع وليد الرجراجي ويستعيد تاني الوحده داخل الفريق وداخل المنتخب المغربي. بنتكلم على حكيم زياش كان عنده مشاكل كتير مع وحيد خليلوزيتش ورفض انه ينضم للمنتخب طبعا، نصير مزراوي كمان كان معاهم لعيبه مهمه جدا، امين حارث لكن اصيب في مباراه مارسيليا موناكو قبل المونديال على طول. فكل ده بيديك علامات وامارات انه المنتخب المغربي كان هيقدم شيء. قلنا ان المنتخب المغربي هو بالنسبه لنا المرشح الابرز انه يقدم شيء يجعلنا كعرب وكافارقه فخورين بيه في المونديال، لكن هو علق سقف الطموحات قوي. قدر انه من خلال وهو بيقابل مدارس كرويه كبرى في المجموعه، بيقابل كرواتيا بلجيكا، بعديها بيقابل المنتخب الاسباني، بعديها بيقابل المنتخب البرتغالي، الفريق الوحيد بالمناسبه في البطوله اللي قابل اربع منتخبات من المدارس الكرويه الكبرى في العالم وقدر يتجاوزهم. بالاضافه لده نتكلم على ما تجاوز الثمان ساعات لعب، ثمان ساعات كوره في المونديال دون ان يستقبل المنتخب المغربي هدف وحيد ملعوب، يعني لم يستطع اي فريق تسجيل ولو هدف واحد من كل الاسماء اللي احنا قلناها بالاضافه عليهم كندا، تسجيل هدف واحد في المنتخب المغربي. حتى الهدف الوحيد اللي استقبله المنتخب المغربي كان نتيجه هدف عكسي سجله نايف اجرت في مباراه كندا. حتى المباريات الوديه يا احمد قبل المباراه على طول، قبل المونديال على طول، المنتخب المغربي مع وليد الرجراجي لم ينل هزيمه واحده. اعتقد غلب من امريكا، لم ينل ولا هزيمه، ما اتغلبش ولا هزيمه، اتعادل مباراتين فقط،
منذ تولي وليد الرجراجي الى يومنا هذا مباراه وديه وحيده، تعادل امام المنتخب الهولندي ثم تعادل امام المنتخب الكرواتي، دون ذلك كل المباريات مكسب، رغم انه لعب باراجواي وتشيلي منتخبات كبيره طبعا. هو خليني اقول لك كمان انه جزء من حلاوه الانتصار، واعتقد ده انتصار لاي مدرب وطني طبعا، انه حاصل طبعا مع مدير فني وطني وليد الرجراجي الحقيقه، اللي اعتقد انه النهارده بيقول انه المدربين الوطنيين ممكن يتراهن عليهم، ومش بالضروره يكون اسم كبير او مدير فني يعني سي في على اعلى مستوى عشان المنتخبات تقدر تنجح. بالعكس انا دايما بحب ارجع لمشوارنا احنا في الكره المصريه، وبشوف انه اعظم انجازاتنا حققناها مع مديرين فنيين وطنيين طبعا، سواء مع الناشئين او الشباب زي طبعا كابتن شوقي او مع كابتن محمود الجوهري مع كابتن جوهري وكابتن حسن شحاته. فالمدرب الوطني الحقيقه يمكن خد جواب اعتماد نتيجه في المغرب على الاقل، يعني ما اعرفش لسه الموضوع في مصر ايه طبعا، ولو اني متحمس لتجربه ري فيتوريا، بس يعني بقول انه نجاح الرجراجي هيكون او هيلقي بظلاله يعني انجاز التعبير على فكره المدير الفني الوطني منتخبات العربيه. بس مثال الرجراجي مثال مختلف شويه عننا، مدير فني محلي، لكن مدير فني نشأته كانت عامله ازاي؟ نشأته اوروبيه. لعب فين؟ لعب في الدوري الفرنسي سنوات طويله جدا، واشتغل هناك فترات، بعدين جه تولى المهمه كمساعد لرشيد الطوسي في 2013، بعدها تدرج نجح اينما تواجد. فده بيدي كريدت للراجل قبل ما يتواجد، يدي ثقه للاعبين فيه، هو كان لاعب جيد، كان موجود في فريق بطوله افريقيا 2004 في الفريق الافضل في البطوله كلاعب، وبعدها زي ما قلنا 2013 تولى المهمه كمساعدا للرشيد الطوسي مع المنتخب المغربي فتره قصيره، وبعدين راح خد الدوري المغربي مع الفتح الرباطي، فتح الرباطي طبعا فريق يحترم لكن هناك دايما الكبار اللي ودادوا الرجاء، فلما اقدر ان انا اخد الدوري المغربي وبعدين اخد كاس العرش في سنتين متتاليتين وانا مدرب لسه بحبه في سجل التدريبي، وبعدين اروح اضرب في الدوري القطري وياخد الدوري هناك مع الدحيل، بعدين يرجع على الوداد فياخد دوري ابطال افريقيا والدوري المغربي الموسم الماضي، كلها مقدمات مهمه جدا. فمهم وانا بختار المدير الفني كمان تروح للدراسات، الراجل معايا يوفا اي برو اعلى شهاده تدريبيه في اوروبا، بعدين راح واخد الكاف، الكاف برو اللي اتعملت في المغرب منذ 7-8 شهور، فبنتكلم على ان الراجل خد بكل الاسباب علشان يصل الى هذه المرحله. صحيح، يعني سواء كان اجتهاد شخصي منه طبعا، او سواء كان بمساعده وبتحضير وبرؤيه القائمين على الكره المغربيه طبعا، هو في النهايه برضو اذا كان في اراده، انا اعتقد ان في مصر لو انت مثلا بتتكلم او بتقارن، يعني انا شايف انه في مصر كفاءات ممكن تراهن عليها على سبيل الاعداد والتجهيز، انه اذا كنت بتفكر مثلا 20 مش هقول 26 لكن 20-30، من الممكن جدا انك تختار 4-5 اسماء النهارده تشتغل عليهم. هو برضو المدير الفني الوطني ده مشروع يا دكتور محمد، يعني لازم ده عنصر من ضمن يعني مشاكل في حاجات كتير جدا محتاجه اعاده جدوله، محتاجه اعاده تنظيم مره اخرى، سواء على صعيد العناصر الفنيه، سواء على صعيد قاعده الناشئين، لاعبتنا اللي معاها اللي مولودين بره مصر وما فيش اي رعايه ولا اهتمام بيهم، نفس اللي حصل مع المنتخب المغربي، في لعيبه في المنتخب المغربي 14 لاعب مولودين في اوروبا مولودين بره المغرب، وتم ضمهم وتم الاعتناء بيهم. صحيح. فده اللي يودينا لنقطه عندنا ملفات كتير محتاجين نفتحها. معانا واحد من نجوم الكره المغربيه كابتن محمد فيدادي، وهو بالمناسبه طبعا حاضر ومؤازر ومساند لمنتخب المغرب، وهو موجود في قطر وهو بيكلمنا دلوقتي من قطر، نبارك له ونهني له، والفرصه الحقيقه نهني كل اشقاء في المغرب بفوز المغرب على البرتغال وتاهلها للمربع الذهبي. نقول مبروك وشرفتونا ورفعتوا راسنا، ومستنيين منكم كتير جدا، وبنراهن عليكم حتى قدام حامل اللقب والمنتخب الفرنسي. اهلا وسهلا بيك معنا في السادسه كابتن محمد. اهلا وسهلا بالاخ احمد سمير، وتشرف بمعرفتك، وتحيه وسلام لكل الشعب المصري وكل الامه العربيه. انقل لي، انا عارف طبعا انه الدنيا في المغرب اكيد يعني ضرب نار، بس انقل لي كده يعني الاجواء عندك في قطر بعد تحقيق الفوز والتاهل لاول مره في تاريخ الكرة العربية والأفريقية فريق أو منتخب أفريقي يتأهل لدور قبل النهائي في البطولة، انقل لي الأجواء ما بعد مباراة البرتغال. أكيد الأجواء كما نقول لك، الأجواء بتكون في جميع الدول العربية نفسها سبحان الله، لأن يعني الأجواء ممتعة، الناس مبسوطين، يعني ما نقول لك يعني الشعب المغربي، لأن الحين صرنا أمة واحدة، كلمة واحدة كانت، ولغة الكرة تسمع جميع الدول العربية. الأجواء يعني ممتازة، الناس فرحانين مبسوطين، كل الست مبسوطة، قطر يعني كما نقول لك الشوارع كلها مليانة، يعني
من 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 الصبح من الصبح حتى اليوم التالي، وتحصل الناس ما زالوا في الشوارع يتكلموا على الموضوع على المنتخب المغربي. يعني بالتأكيد طبعا الوصول للمربع الذهبي في حد ذاته إنجاز كبير جدا، لكن خليني أقول لك برضو أنه من ناحية تانية جماهير الكرة العربية عموما، يعني ما أعتقدش بس المغربية، جماهير الكرة العربية رفعت سقف أحلامها وطموحاتها وتوقعاتها للمنتخب المغربي، وبيراهنوا بشكل كبير جدا على قدرته على العبور وتجاوز المنتخب الفرنسي. بتشوف المواجهة اللي جاية إزاي، وبتشوف يعني من واقع متابعتك حتى المباراة فرنسا وإنجلترا امبارح ازاي من الممكن المنتخب المغربي يتجاوز عقبه حامل اللقب المنتخب الفرنسي؟ اكيد بان اغلبيه الشعوب العربيه دائما هذه عقليتنا العرب. يعني انا كلاعب دولي كإطار وطني انا قلت من زمان دائما احنا سبحان الله دائما نفتخروا دائما بالفرق الاجنبيه يعني الاوروبيه، واكيد السنوات الاخيره هذه بدون مجاملة عندنا لاعبين كبار، يعني لما تشوف مثلا محمد صلاح يعني محمد صلاح احسن لاعب. ليش دائما بنقلوا من اللاعب عندنا؟ اكيد احنا مثلا المغرب انا قلت في القنوات اكيد لازم ما نتكلم على الارجنتين ولا على البرازيل ولا على فرنسا ولا على كذا، اكيد انا لما كلمتهم قلت لهم عندنا لاعبين كبار، عندنا لاعبين في المستوى اسمائهم كبيره ووازنه بالفرق تبعهم. ايش كان خاصهم؟ كان خاصهم بس توليفه اللي حطها وليد الركراكي لما جاء، لأن يعني أغلبية الناس ما كانوا مقتنعين بالناخب الوطني كأنه شاب وفترة وجيزة يعني بيسوي الأشياء. أكيد نرجع الموضوع تبع المنتخب الفرنسي، أكيد المنتخب الفرنسي أكيد بطل العالم 2018. أكيد كل فرق المنتخبات قوية، بس دائما أنا مآمن بالفريق الوطني المغربي. عندنا لاعبين وكنت مآمن أن أمشي أبعد نقطة، والمباراة كما نقولوا دائما المباراة تلعب على جزئيات، يعني جزئيات بسيطة. يهمنا نطمن كمان منك على سكواد المنتخب المغربي، هل في لا قدر الله إصابات؟ هل في غيابات متوقعة المواجهة الجاية؟ لأنها يمكن تكون المواجهة الأهم. إصابات كان دائما معايا يعني بالهاتف مع المساعد المدرب لأن رشيد بن محمود أخويا وبلعب معايا وكذا، استبصرنا لبعض في إصابات ونتمنى إن شاء الله عشان هذه الاصابات، لان اغلبيه اللاعبين كانوا كيلعبوا هم مصابين في بعض اللاعب احيانا. يعني راه مش يعني مستحيل تشوف لاعب اوروبي يحس بشيء بسيط يوقف. ايوه. بس اللاعب العربي سبحان الله دائما ولو يحس يقول لك عاوز نكمل، شفت المباراه الاخيره زياش ما قادر بس يقول المدرب انا عاوز نقطع. ايوه. لا وكل لعيبه المغرب الحقيقه ظهروا بشكل اكثر من رائع، ونتمنى ان شاء الله ان المشوار يستمر. كابتن فيدادي بشكرك شكرا جزيلا، كل تمنياتنا الحقيقه لنجوم المغرب بالتوفيق في مواجهه فرنسا، كل الجماهير الكره العربيه في ظهرهم وبتساندهم ان شاء الله، وباذن الله يكون ليهم تواجد في نهائي المونديال. بشكرك شكرا جزيلا. وقبل ما اكمل كلامي واسمع وجهه نظر دكتور محمد جمال، خلينا نروح لفاصل اخير ونرجع لحضراتكم. مهم جدا اسال دكتور محمد ازاي نجح المغاربه، لان ده يمكن يعني حجر الزاويه في القصه كلها، ازاي نجح المغاربه في انه فريق كبير ولاعيبه كبيره وكل اقول زي ما انت عايز تقول، لكن في النهايه الفارق برضو كبير، ازاي نجحوا ان هم يدوبوا الفوارق دي في مواجهه منتخبات كبيره زي بلجيكا وزي اسبانيا وزي البرتغال ويتاهلوا لمواجهه المنتخب الفرنسي، وازاي وصلونا لمرحله ان احنا نراهن عليهم قدام فرنسا حتى وان كانت مباراه قبل النهائي والفايز بيها هيوصل لنهائي كاس عالم. كنا بنتكلم على سكواد المنتخب المغربي، دكتور محمد قال لي ارقام الحقيقه يعني مفاجاه كقيمه تعاقدات اللعيبه. كنت بسالك دكتور محمد في الفاصل يمكن ايه توقعاتك للنقله اللي هتحصل للعيبه المنتخب المغربي بعد البطوله؟ مؤكد كل اللاعبين اللي من صغار السن لحد حتى 28 29 سنه كله هينقل، محدش هيفضل في النادي اللي موجود فيه الا اذا كان رايحه لسه قريب زي بدايه السيزون، حالي زي نايف اجريدر لسه رايح ويست هام، ما اظنش انه هينقل بدري يعني هينتظر شويه. واللي في الانديه الكبيره زي البايرن مثلا زي مزراوي وزي حكيمي وزي زياش برضه يبقى صعب ان هم ينقلوا. لكن خليني اقول لك انه لعيب زي امرابط، لما اجي اتكلم على امرابط في وجهه نظري في وجهه نظر الكثيرين انه اللاعب الافضل في مركز 6 في المونديال دون تحيز ودون عاطفه، هو اللاعب الافضل في كل شيء في مركز 6 في المونديال ككل. هذا اللاعب بيلعب في فيورنتينا، ووقت ما اشترى فيورنتينا طلع راح لاس فيرونا ورجع فيورنتينا ودلوقتي موجود على ذمه فيورنتينا. هذا اللاعب راتبه السنوي 900,000 دولار. الدوري المصري
في 11 لاعب في الدوري المصري راتبهم اعلى من مرابط. ما حدش منهم راح المونديال غير علي معلول من ال 11 اسم. ما حدش منهم راح المونديال. فانا بتكلم على 10 لاعبين مش مونديالين، ما عندهمش حتى من ما لعبوش كالتش، ما لعبوش دوري ايطالي، لعبوا في دوريات مع كامل احترام لدورينا طبعا، وبياخدوا اكتر منه. ده رقم واحد. نيجي نتكلم دي مش الصدمه الكبرى. ده اعلى راتب، اعلى راتب في وسط ملعب المنتخب المغربي العظيم اللي لعب قدام بلجيكا بوسط ملعبه اللي فيه دي برويني وايدين هازار، اللي لعب قدام كرواتيا اللي عنده افضل وسط ملعب في البطوله بروزوفيتش وكوفازيتش ولوكا مودريتش، اللي لعب قدام المنتخب الاسباني اللي عنده جافي وبيدري اعظم موهبتين في العالم، اللي لعب قدام منتخب البرتغال اللي عنده برناردو سيلفا وعنده اسماء كتير. اللاعب اللي جنبه على طول عز الدين قناحي، الراتب بتاعه كام؟ بيلعب في نادي انجي متزايل ترتيب الدوري الفرنسي، بياخد 90,000 دولار في السنه. 90,000 دولار. ده عز الدين قناحي. سليم املاح بيلعب في ستاندرد ليش؟ 90,000 دولار في السنه. مش في الشهر. 90,000 دولار في السنه. احنا عندنا اللعيبه اللي في مؤخره الجدول ما بتاخدش السنه، بتاخد اكتر من 90,000 دولار. نروح للاعيب الثالث اللي هم الثلاثه الاساسيين. سليم املاح بيلعب في ستاندرد ليج، واحد من الانديه الكبيره في بلجيكا، 360,000 دولار. دول الثلاثي بتوع المنتخب المغربي اللي موقف كل المنتخبات دي وخط وسط لا يخترق. دول الثلاث اسماء اللي موجودين، مجموعهم كلهم على بعض، كلهم الثلاثه على بعض لم يقتربوا من المليون ونص دولار الثلاثه. مجموع الثلاث رواتب بتاع الثلاثي يعني. فده يوديك ان طبعا مؤكد كل هؤلاء اللاعبين هينتقلوا مليون في المية. يعني عز الدين قناحي مفاجأة وليد الرجراجي، كل بقية الأسماء احنا عارفينها من الأمم أفريقيا اللي فاتت. عز الدين قناحي تحديدا لعيب صاحب ال 22 عام، مفاجأة الرجراجي في البطولة دي، لعيب مركز 8 بيعمل كل حاجة في الكورة، كل حاجة ممكن تعمل في الكورة بيعملها، بيدافع، بيعمل الترانزيشن، بيخرج، بيطلع على الأجناب، بيكمل جوه ال 18، ما عندوش أي مشاكل خالص، لعيب مارج جدا. خليني أقول لك إنه في الموسم الحالي بيلعب في متزايل الترتيب عز الدين قناحي اونجي هو تاني اعلى اللاعبين مراوغات ناجحه في الدوري الفرنسي ككل بكل نجوم الدوري الفرنسي. عز الدين قناحي اللي بياخد 90,000 دولار في السنه مع اونجي اللي قال عليه انريكي من اين جاء هذا اللاعب. فده دي امثله، ده على سبيل المثال وليس الحصر. 90,000 يعني خليهم 100,000 في اربع سنين، يعني 400,000. هو بياخد 360,000 دولار بالظبط في الاربع سنين، بياخد 360,000 دولار في الاربع سنين. 10 مليون بياخد نص بعض اللاعبين اللي لعبوا في المكان ده. في بعض اللاعبين اللي موجودين في بعض الانديه اللي تعاقد معاهم هذا الموسم بياخد رقم اعلى منه. هو لاعب يحمل نفس الجنسيه. لاعب يحمل نفس الجنسيه تعاقد مع نادي في الدوري المصري بياخد رقم اعلى من الاربع سنين بتوع عز الدين قناحي. وفسخ التعاقد ولا مازال مستمر؟ وفسخ التعاقد. بياخد رقم اعلى منه صافي درايف. يعني احنا عندنا مشكله كبيره، عندنا مشكله كبيره في انتقاء اللاعبين الاجانب، عندنا مشكله في اللاعبين قطاعات الناشئين، وازاي اطلع لاعبين صغار. لا احنا بص لو اتكلمنا على مشاكلنا محتاجين اربع ساعات. خليني اسالك سؤال ثاني على مستوى ردود الافعال. يعني بالتاكيد الكره المغربيه هتستفيد استفادات كبيره جدا طبعًا من الانجاز اللي حققته طبعًا، لكن هل متوقع انه يبقى في مردود للاستفاده دي على مستوى الكره العربيه والافريقيه كمان؟ نموذج انت قدامك، نموذج قدام عينك بقوام في كتير منه محليين. أيوة. بقوام عنده مدرب محلي، بقوام اكيد الاتحاد المغربي، ناس مغاربه مش جايبين ناس من بره يدير لهم الاتحاد، عندك حاجات كتير لازم تتعلمها. نموذج يحتذى بيه قدام عينك بامكانيات مقاربه جدا، مش هقول الاتحاد المغربي اتحاد فقير، لكنه امكانيات مقاربه جدا للي موجوده عندك في كل الاتحادات العربيه، مش بتكلم على الاتحاد المصري بس. حط فوق ده كمان الاستفاده المغربيه من البطوله كحوافز ماليه. انت بتتكلم على انه لا قدر الله صاحب المركز الرابع 25 مليون دولار، يعني بنتكلم تقريبا على 265 مليون درهم مغربي. ده رقم كبير جدا، رقم كبير جدا جدا بالنسبه لي للاتحاد المغربي. ده في اسوء الفروض طبعا. 25 مليون تستثمر بقى في بنيه تحتيه، تستثمر في مشروعات ناشئين، تستثمر في معسكرات، تستثمر في صقل خبرات مدربين، يعني اكيد طبعا هيبقى في مردود. خليني اقول لك من ضمن الحاجات اللي الناس يمكن في بعض اللاعبين شافوهم، المنتخب المغربي عنده 6-7 عناصر اساسيين كانوا موجودين مع المنتخب المغربي خلال الفترات اللي فاتت قبل ما يتولى الرجراجي وما راحوش المنتخب بسبب الاصابات. زي امين حارت، بتكلم على مارسيليا نجم كبير في الدوري الفرنسي بالمناسبه، برقوق في وسط الملعب، عندهم لعيبه كتير الراجل استبعدهم بسبب الاصابات او بسبب انه مش ما عندوش مكان. ادم ماسينا بيلعب في الدوري الانجليزي،
فبتكلم على لعيب دوري انجليزي ما لعبش عادي والراجل مكمل ما عندوش ازمه خالص. لعيب بيلعب في الدوري الفرنسي نجم من نجوم الدوري الفرنسي امين حارث وما لعبش وعادي وما عندوش ازمه خالص. هنا اهميه القاعده بتاعت اللعيبه اللي انا بختار منها. تمام، اخدك لماتش فرنسا. يلا بينا. فرنسا فريق تقيل مفيش شك مفيش كلام، عنده سكواد على اعلى مستوى، ديدي ديشام ماشي خطوه بخطوه ونجح الحقيقه في اقصاء منتخب. انا بشوف طبعا انه المواجهه الوحيده الثقيله لفرنسا في البطوله كانت منتخب انجلترا على عكس المنتخب المغربي، تقريبا كل ماتشاته مواجهات من العاده المتناول بالنسبه لفرنسا في المتناول. يعني لكن في النهايه برضو انت بتتكلم على فريق عنده شخصيه البطل وهو حامل اللقب النسخه الاخيره. طبعا لو المغرب عايز يكسب، لو الرجراجي بيلعب على مكسب حقيقي قدام المنتخب الفرنسي، شايف ازاي يعني كيف تؤكل الكتف؟ شايف النقاط الضعف المنتخب الفرنساوي فين اللي ممكن المنتخب المغربي يلعب عليها ويقدر يحقق مفاجاه ثانيه في مشوار مفاجاته؟ رقم واحد يستمر وليد الرجراجي على 4-1-4-1 اللي بادئ بها من اول البطوله، 4-1-4-1 العظيمه اللي بتطبق بشكل عظيم جدا. دايما ما بنتكلمش على الفورميشن كارقام، تنفيذها عامل ازاي، العناصر اللي بتنفذها عامله ازاي. رقم اثنين الميكس اللي بيعمله بيحول ال 4-1-4-1 ل 4-3-3 الاعتياديه في الشق الهجومي عظيم جدا، يكمل على نفس النسق. رقم ثلاثه استغلال البطء نوعا ما بين قلبي دفاع المنتخب الفرنسي، عندهم مشكله في الارتداد، عندهم مشكله في المسافات ما بينهم، ودي نقطة ميزة النصيري. دي نقطة ميزة النصيري اللي اتكلمنا عليها في اكتر من تيك اوف اللي عمله في طبعًا في ماتش 2 متر 78 اعلى تيك اوف في العالم، اعلى تيك اوف في كاس العالم. ما كنتش متخيل الكروس بيتعمل انه هيطلع هنا. انت لما تيجي تبص على ديجو كوستا حارس مرمى المنتخب البرتغالي بعد ما ابتدى يطلع، هو طلع ما جابش كتفه بايده، ما جابش كتفه. 2 متر 78 تكاف عظيم طبعا، هيخلد واحده من اللقطات الايقونيه. قارنوها بالرونالدو سامادوري بتاع رونالدو. فواحده من اللقطات الايقونيه اللي هتفضل كتير هي ولقطه في نفس المباراه كانت قبله سليم املاح على راس بيبي اللي ضيع كوره في اللحظات الاخيره. لقطات ايقونيه هتفضل الناس تستخدمها كفيلرز كتير في المونديالات اللي جايه يعني. فلازم يكمل على نفس النسق، ما يغيرش طريقته ابدا، وهو نجح بانه ما بيغيرش، واللعيبه هضمها للشكل ده زاد مع الوقت بشكل ممتاز. بدايه من مباراه كرواتيا كان النسق دفاعي بحت باستثناء اول 20 دقيقه، بعدين مع المنتخب البلجيكي تطور شيئا ما، مع المنتخب الاسباني طبعا وانت بتلعب المنتخب الاسباني كنت محتاج ترجع تاني للنسق الدفاعي بشكل اكبر، تطور بشكل عظيم جدا. والتحولات اللي كانت بتتعمل 4 كرات كان بيروح فيها عدد خلال المباراه بيروح بيها عدد المهاجمين للمنتخب المغربي اكتر من المنتخب البرتغالي. الناس كانت بتتكلم على المنتخب المغربي بيدافع بس. أيوة. لا، ازاي بيعملوا التحولات؟ دور عز الدين قناحي وسليم املاح في التحول مع حكيم زياش وسفيان بوفال، ازاي بيطلعوا الاربعه؟ وهنا بقى راسيات وسرعات يوسف نصيري مهمه جدا 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 وانا بلعب المنتخب الفرنسي. نقطه كمان، المنتخب الفرنسي ليه اصعب؟ لانه بيلعب كره مباشره، ما بيعتمدش على الباسز الكتير زي المنتخب الاسباني او البرتغالي. عنده سرعات برضو، عنده سرعات طبعا، وعنده كيليان امبابي في حد ذاته 25% من قوته لوحده، يعني لعيب لوحده كده 25%. تنوع الحلول، المنتخب الفرنسي خطير جدا في الحلول. عنده سرعات كيليان امبابي، راسيات اوليفييه جيرو، مهارات ديمبلي، تصيبات شاميني بعد مباراه انجلترا طبعا، فهو بيعرف ازاي يكسب، ودي مشكله وصعوبه هتقابل المنتخب المغربي. تعال نشوف كده ترتيب المنتخب المغربي بعد نجاحه في الوصول لقبل النهائي. قفزه نوعيه، اعتقد 11 مركز، هو بقى ال 11، هو بقى ال 11 طبعا على مستوى العالم بعد طبعا، والاول عربيا وعربيا وافريقيا، وبالتالي اعتقد هتبقى برضو قفزه نوعيه. طبعا ده ترتيب منتخب المغرب مقارنه بالمنتخبات الافريقيه على مستوى القاره الافريقيه، هو نمره 1. على مستوى العالم هو رقم 11، نط 11 مركز، تقدم في الترتيب 11 مركز للامام. طبعا تراجع المنتخب السنغالي مركز 1 عشان يبقى الثاني على مستوى افريقيا، و19 على مستوى العالم. ثم المنتخب التونسي تقدم بقى 29 على مستوى العالم. ثم في المركز الرابع الكاميرون تقدمت 10 مراكز، اعتقد فوزها على البرازيل برضو طبعا. يعني الى حد طبعا كبير برضو ساهم في ده، لان الكالكوليشنز نفسها، الكالكوليشنز نفسها بتبقى على حسب قوه المنتخب، انت لعبت منتخب فريق عامل ازاي. صحيح. فبقت ال 33 تقدمت 10 مراكز. نيجيريا تراجعت 3 مراكز بقت ال 35. الجيريا او الجزائر تراجعت 38 تراجعت مركز 1. مصر تراجعت مركز بقت في المركز ال 40. ثم مالي في المركز ال 45 تقدمت مركز 1. ده طبعا الترتيب العالمي.
الترتيب العالمي. البرازيل طبعا في المركز الاول، فرنسا في المركز، ما كانتش البرازيل قبل البطوله، كانت البرازيل قبل البطوله على طول كان الاول وحافظوا على مركزهم قبل البطوله على طول. فرنسا في المركز الثاني طبعا طلعوا مركزين، منتخب الارجنتين حافظ على مركزه في المركز الثالث. بلجيكا تراجعت بلجيكا تراجعت مركزين لانهم كانوا في المركز الثاني لما لعبوا المنتخب المصري، ووقت ما تغلب عليهم المنتخب المصري قبل البطوله كانوا في المركز الثاني. المنتخب الانجليزي حافظ على مركزه في المركز الخامس. المنتخب الهولندي تقدم مركزين بقى في المركز السادس. المنتخب الايطالي طبعا بيدفع ضريبه انه لم يشارك في كاس العالم وبيتراجع مركز. المنتخب البرتغالي بيتقدم مركز. المنتخب الكرواتي في المركز التاسع بيتقدم ثلاث مراكز طبعا بعد صعوده لنصف النهائي. والمنتخب الاسباني بيتراجع ثلاثه مراكز ويصبح في المركز العاشر. عالميا يمكن انا بقى الحقيقه بعد فوز كرواتيا كمان على البرازيل قلت انه تجربه كرواتيا تستحق برضو ان احنا ننظر ليها بعين الاعتبار. فريق على مستوى الانديه ما عندوش انديه كبيره، ما عندوش انديه ظاهره على مستوى المنافسه على اوروبا. عندنا طبعا، طب خلينا نشوف ياسين بونو، لانه خلينا نقول انه برضو ياسين بونو مع خط دفاع المغرب نجوم وعامل اساسي في نجاح المغرب في الوصول للنقطه دي في المونديال. في اربع مواجهات صعبه، في مواجهات منتخبات زي كرواتيا، زي بلجيكا، زي اسبانيا، زي البرتغال. انا ممكن احط لك 20 اسم مثلا بيضمهم الاربع منتخبات دول، كفيل كل واحد منهم ان هو يسجل هاتريك في كل مباراه. ورغم كده نجح ياسين بونو خط دفاع المغرب ان هم يحافظوا على نظافه شباكهم في الاربع مواجهات. كرواتيا اللي طلعت البرازيل، بلجيكا اللي فيها مدججه بالنجوم كاراسكو، دي بروينا، اسبانيا ايدن هازارد، اسبانيا، البرتغال. يعني اعتقد طبعا نجاح مبهر الحقيقه لقوه الدفاع المغربيه. تتوقع مين الناحيه الثانيه؟ كرواتيا الحقيقه اللي بشوفها برضو تجربه محترمه جدا جدا. الناس دي كانت وصيفه البطوله وابتدوا البطوله دي والناس بتقول عليهم فرقه عواجيز ونجحوا الحقيقه في الوصول لقبل النهائي، ولا الارجنتين؟ كرواتيا عندها مدير فني كبير قوي، زلاتكو دانيتش، مدير فني كبير قوي قادر يستخدم. هم فعلا مجموعه عواجيز يعني هي مش باين في كمعدل اعمار، ما انا اقول لك كمعدل اعمار الملعب قصه ثانيه. لكن انه المردود يبقى بالشكل ده طبعا تحسب للمدير الفني، تحسب لخط وسط مرعب بالنسبه لي في لوكا مودريتش، كوفازيتش، بروزوفيتش. خط وسط مرعب، خط وسط الافضل على صعيد التماسك في المونديال. بس برضه في النهايه انا احترم جدا قدرات اللعيبه دي، بس في النهايه لما اجي ارص لك كده يا دكتور اول 20 اسم على مستوى اللاعبين في العالم مفيش منهم ولا اسم كرواتي. طبعا يعني يمكن لوكا مودريتش هو اللي كان بيدخل في بعض الاوقات، بس كان بيست بلاير في نسخه طبعا. لكن النهارده لوكا مودريتش مش هو يعني طبعًا. مش في التوب 20 على تراجع بدني على الاقل. لكن انك تلاقي المدرب اللي قدر يهيئ اللاعبين ويوصلهم الى هذه الحاله من الجاهزيه البدنيه والفنيه وانت داخل المونديال وانت عندك معترك ومستوى التنافسيه عامل ازاي. طبعا تحسب لزلاتكو داليتش، تحسب لمجموعه وسط الملعب. ماتش صعب قوي بالارجنتين وكرواتيا، شايفها راح الارجنتين. صحيح شايفها انا رايحه الارجنتين اكتر لوجود ميسي. يبقى ميسي المرجح بعد الموقف، بعد نهايه الماتش بتاع هولندا ده. يعني انا طول عمري ارجنتيني الهويه، انا بحب الفرقه اللي بتلعب كره حلوه. ارجنتين طول عمرها فيها نجوم، انا يعني مارادونا، ريكيلمي، اورتيجا، باتيستوتا، يعني طبعا. فيهم نجوم لازم تحبهم. لكن الحقيقه بعد موقف ميسي امبارح اتضايقت، يعني اتضايقت الحقيقه، وتحولت مشاعري تجاه منتخب الارجنتين، واتمنى ان كرواتيا تطلع الارجنتين من البطوله. والله بص يعني بعيد عن الموقف واللي انا متفق معاك فيه جدا، لانه ما بحبش التعالي، ما بحبش التكبر طبعا، ما بحبش انه الموهبه او الاحساس بالذات يطغى على فكره الاحترام والاخلاق والانسانيه. والعقاب بيجي فوري للاسف. صحيح يعني العقاب بيجي بعد المواقف دي بيجي فوري، وفي بعض اللاعبين والامثله حصل لهم نفس الموقف يعني. فنرجع تاني بقى لميسي، اللي انا شايف ان هي لوجود ميسي، لوجود مارتينيز، ثلاثه رغم ان كرواتيا عندها ليفاكوفيتش حارس مرمى عظيم، هو سبب تاهلهم امام البرازيل. متفق معاك. لكن تبقى المباراه طبعا 50-50، انا بدي شويه بريفليج ولا 1% للارجنتين. طبعا مباراه المغرب فرنسا قلبي دايما مع المغرب منذ المباراه الاولى طبعا. مباراه صعبه جدا جدا جدا، لكن للي عمله المنتخب المغربي انا برضه بالنسبه لي 50-50 50-50 50-50 طبعا. لو اي حد تاني بيلعب فرنسا كنت هقول فرنسا عندها بريفليج طبعا 10%. لوجود الزخم بتاع اللاعبين خاصه في الخط الامامي، جريزمان، كيليان مبابي، وجيرو. لكن اللي عمله المنتخب المغربي ليس تعاطفا، اللي عمله المنتخب المغربي يستحق. فنيا يستحق ان اقول المباراه 50-50 طبعا. 50 هقفل معاك كاس العالم، ولازم اعدي على مباراه بكره بيستناها الاهلاويه، الاهلي والاتحاد، شايفها ازاي؟ وخصوصا ان الاهلي استعاد جزء كبير من رونقه، انت عارف بعد فتره توقف ماتشين المقاولين والطلائع طبعا قلقونا شويه على مستوى الشكل مش النتيجه، لكن طبعًا. اعتقد مع المحله
الجمهور حس انه العجله ابتدت تدور تاني، ايه المنتظر في مباراه بكره اوجه الصعوبه؟ التوصيف اللي انت قلته هو التوصيف السليم مليون في الميه. انت راجع من فتره توقف، عندك غيابات كتير جدا بسبب الاصابات، بسبب الاستدعاءات الدوليه، بسبب عدم الجاهزيه البدنيه، كل هذه الاسباب خلت الرجوع امام المقاولين امام طلائع الجيش ما كانش على الوجه الاكمل، ما كانش بالشكل اللي جمهور النادي الاهلي منتظره. لكن طبيعي ترجع بعد فتره توقف كانك بتبدا السيزون من اول وجديد، بدات صعود تدريجي، بدات مباراه المقاولون في الكاس، بعدين مباراه الجيش، مباراه المحله اديت مباراه جيده جدا مع رجوع العناصر خاصه على صعيد خط الدفاع اللي رجعت التماسك تاني لخط الدفاع، بتكلم على اكرم توفيق، محمد عبد المنعم، علي معلول، رجوع الثلاثي طبعا قوه كبيره للنادي الاهلي، مع جاهزية بدنية لعمرو السولية اللي هوجم بشدة في مباراة المقاولون والجيش لأنه كان لسه راجع من الإصابة وما كانش جاهز بشكل كبير، قدم مباراة جيدة جدا أمام المحلة. فرجوع السولية جنب أليو ديانج في وسط الملعب ضبط الإيقاع بشكل كبير، وحدث ولا حرج بقى الجزء الأمامي، يعني الراجل عنده خيارات كتير. يبقى عنده أقنعك تاو في ماتش المحلة التوظيفة يعني الأخيرة والحل الأخير للاثنين لكولر ان هو عايز يلاقي حل للجزء الامامي مش الجزء الامامي للاربعه، الجزء الامامي راس الحربه عايز يلاقي له حل، عمال بيجرب، جرب شادي وجرب حسام وجرب شريف، قال خلاص مش باقي غير تاو، بيجرب تاو ادى بشكل جيد، انا شايف تحركاته وهو حل دايما مختلف في مركز المهاجم، بروفايل مختلف عن حسام وعن شادي وعن شريف، الراجل ما عندوش مشاكل على صعيد الاجنحه حتى الان، طاهر بيأدي بشكل جيد، كريم فؤاد اختراع واكتشاف كولر الموسم الحالي، احمد عبد القادر طبعا حل مهم جدا، محمد مجدي قفشه ورجوعه بشكل جيد في المباراه الاخيره مع كولر، طبعا برونو سافيو بيأدي بشكل جيد، مش شايف ان عنده مشاكل كتير في الجزء الامامي، يبقى هو بيدور على حل وثبات التشكيل بالنسبه لراس الحربه. الاتحاد فايق برضه السيزون ده دكتور، يعني شايف انه المباراه توقعاتك او رؤيتك ليها، بس طبعا وجودها على ملعبنا اعتقد برضه بتدي افضل وسط جمهورنا، ولانه جمهورنا موجود في كل مكان، شايف ماتش مباراه صعبه جدا، مباراه صعبه جدا على مباراه صعبه جدا على الناحيتين، الاهلي بالحاله اللي عليها الاهلي ما شاء الله سلسله اللا هزيمه مع كولر، حتى اللا تعادل مع كولر حتى في دوري الابطال الكاس او حتى في بطوله الدوري، لكن زوران مانولوفيتش مدير فني قوي جدا، واحد من افضل سباقات اللي دخل الدوري المصري السنه دي، ومدير فني متمرس، انا يمكن اتفرجت لهم على تمرينتين في اسكندريه، تمرينته كويسه قوي، اللعيبه مبسوطه منه جدا، بدا بدايه جيده جدا بثلاث مباريات فوز، بعدين جاله هزيمتين، ده اللي بيصعب المباراه على النادي الاهلي، انه خارج من هزيمتين عنده مشكله، الدوافع عنده طبعا الدوافع عنده محتاج يخرج ولو بنقطه من المباراه، فزوران مانولوفيتش مع خساره مدير فني كويس، مع وجود عناصر جيده جدا في فرقه الاتحاد زي مروان عطيه في وسط الملعب، زي مبلولو، زي اوستن اموتو، زي صبري رحيل بيقدم موسمين ولا اروع في الناحيه الشمال، هشام صلاح عنده عناصر كتير، وعنده ابراهيم حسن، عنده عناصر كتير يقدر يستخدمها، لكن على النادي الاهلي انه زي ما حصل في مباراه المحله ينهي المباراه مبكرا عشان الامور ما تتضغطش، لانه الاتحاد عنده دوافع كبيره جدا صحيح. بعد خروجه من هزيمتين خصوصا كمان امام المحله وفيوتشر، خصوصا ان المباراه النهارده بتيجي بعد 24 ساعه من مواجهه الزمالك وبيراميدز اللي بتتلعب دلوقتي طبعا، وبعتقد انه في جميع الاحوال نتيجتها هتخدم مصلحه النادي الاهلي، فبالتالي فكره تحافظ على الصداره، تحافظ على العلامه الجامله تفرق كبير، توسع الفرق مع واحد من الاثنين في مشوار طبعا. المنافسه نورتنا وشرفتنا واستمتعنا بيك دكتور محمد، بشكرك شكرا جزيلا، متابعه ممتعه لمباراتي دور قبل النهائي، وبالتاكيد هيكون ليها لقاءات ثانيه طبعا نتكلم فيها على البطوله، بطوله ممتعه، بطوله فيها مفاجآت، بطوله فيها كره حلوه، بطوله فيها فريق لاول مره عربي وافريقي بيوصل للمربع الذهبي، فبالتاكيد نتمنى ان شاء الله كل التوفيق للمغاربه في مواجهه فرنسا، بشكركم على المتابعه ونتقابل دايما على كل خير على شاشه الاهلي في السادسه.